عندما يكون الغناء للوطن فالجميع يجيد ترتيل الألحان، وليست هذه الحشود التي تدفقت إلى شوارع المدينة إلا للاحتفال بالذكرى 54 لعيد الثورة المجيدة 26 سبتمبر. هذا هو العيد الذين خرجنا من أجله وزيبنا دماء من أجله وفرحنا من أجله وخروجا من أجله وصامدين من أجل هذا العيد. اليوم خرجنا من أجل عيد 26 سبتمبر، عيد الاستقلال، عيد الكرامة، وإن شاء الله ثوار أحرار سنواصل المشوار بإذن الله. على وقع هذه الخطى وإيقاع الموسيقى الذي تعزفه قوات الجيش الوطني، يرسم الكثير من أبناء الوطن أحلامهم بمستقبل مشرق ينعم الجميع فيه بالأمن والاستقرار. خرجنا اليوم للاحتفال بعيد 26 سبتمبر لإنهاء الإمامة واستعادة دولة اليمن من المغتصبين الحوثيين الذين سيطروا على الدولة بالقوة ويريدون أن يحكمون الشعب اليمني بالقوة. وها نحن اليوم نقول لهم بهذه اليوم بعيد الانتصارات عليهم أن نحن اليوم أول يوم للانتصارات ستكون إن شاء الله انطلاق تحرير المدينة، انطلاق تحرير اليمن بأكمله من هذه الساحة. تغيب المشاريع الرجعية أمام هؤلاء السبتمبريين، وتبقى الجمهورية شاهدة بنضالهم المستمر في ظل كل الأحداث التي يشهدها الوطن اليوم. لا الحرب ولا سواها يمكن أن توقف تدفق هذه الحشود التي تدافعت للاحتفال بهذه الذكرى المجيدة التي يرن فيها مستقبلهم أكثر مما كانت ماضيهم المشرق. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.